فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا مقولة لا كانال أورون. الخميس الماضي إعلان صادر عن مديرية السكن ليكون فيها المستفيدين من إعانة الدولة للسكن الريفي والمتأخرين من في طلب الشطر المالي الأول للإعانة المالية بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ مقرر الاستفادة، أنهم ملزمون بإنهاء أشغال البلاطة الأرضية بلاتفورم للسكن والتقدم إلى مصالحنا الفرعية على مستوى الدوائر لطلب الشطر الأول من الإعانة المالية في أقرب الآجال. إن تأخر عن ذلك ينجم عنه إلغاء المقرر تلقائيا من طرف مصالح الصندوق الوطني للسكن سيانال حسب تعليمة وزارة السكن والأمران المدينة شهر مارس 2022. كانال أولون، ربي يجيب الخير وربي يفرج الجميع وشكرا. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.